يا ذكر وخر لا اليوم تمونا على المدينة عندها طاقات رياضية هائلة رغم الحديث في الكثير هذه الأيام على أزمة كرة القدم إلى خير. وإحنا اليوم يمكن إن شاء الله يكون موعد آخر ويكون نشوف حتى الكوكب تاهي في تألق. هذا متمنى لأن مدينة مثل مدينة مراكش كتستاهل أولا وكتستحق وعندها الإمكانيات والطاقات باش يكونوا عندها جوج ديال الفرق يعني من القيمة ديال المولودية المراكشية والكوكب المراكشي في القسم الوطني الأول. هذا ملتقى خصنا نخدموا عليه جميعا وهذا العمل إن شاء الله المستقبلي وكان لدي لقاءات مع المسيرين وناقشنا هذه النقطة ولكن اليوم ما حناش في هذا اللقاء ديالنا باش نتحدثوا على استراتيجية العمل. احنا اليوم بهجة اليوم فرحة اليوم عيد لأنه الصعود هو يعني مناسبة للتذكير بكل التضحيات اللي قاموا بها الشباب طوال السنة والمجهودات والتدريب والعمل الجاد ديالهم اللي أعطى الحمد لله هاد النتيجة هذه واللي كيفتخروا بها وخص يفتخروا بها جميع المراكشيين. مرة أخرى لهاد الشباب تنقول لكم برافو تبارك الله عليكم والأطر المسيرة أيضا لأن كنعرف عندهم واحد العدد ديال الإكراهات تحتنا عليها وكذا ولكن رغم كل ذلك فكان التركيز ديالهم دائما على المسايرة ديال النتائج من حسن إلى أحسن
وعملوا بالكد والاجتهاد وبنكران الذات، حيث رغم كل المشاكل فكل واحد منهم عطى ما عنده وعطى اكثر ما عنده، ووصلوا بهذا الفريق الشاب اللي حتى هو عطى الامكانات، ولكن انا اللي يلاقين ملي كنشوف هذا الاوجه مازال تبارك الله هذا يعني يقين ان المستقبل غادي يكون افضل، المستقبل غادي يكون ان شاء الله اعلى وقيمه، وان شاء الله مازال نحتفل بكم مرات ومرات في المستويات العليا، ونحتفل بكم ايضا في كاشخاص، لانه نظرا لانه مازال عندنا واحد الشباب تنظن المسيره الرياضيه ديالكم كل واحد فيكم مازال ان شاء الله طويله، وكنتمنى لكم طول الصحه وطول العمر والصحه، وتنتمنى لكم ايضا بالمناسبه وعلى احنا مقبلين على شهر رمضان شهر مبارك كريم ان شاء الله، الله يعيد علينا وعلى الامه المغربيه بخير وعلى خير، وعلى سيدنا الله ينصرو بالصحه والسلامه. ما نطيتش عليكم، انا بغيت غير نقول لكم انه كان عندي تتبع للمسار ديال هذا الفريق، اولا للخصوصيه ديالته لانكم انتم فريق تاريخي وعنده يعني صيت، وثانيا لانه كان لي يعني في عده لقاءات مع عده مسؤولين تتبع على انه كاين ناس كيشتغلوا كما قلت في خفاء بدون ضجه بدون بهرجه، ولكن كانوا كيشتغلوا من اجل النتائج، كانوا كيشتغلوا من اجل اثبات على انه هناك قدرات. وانا مره اخرى اؤكد واعبر لكم عن الاستعداد ديال كل المصالح التابعه لولايه مراكش اسفي وكل المؤسسات ديال الجهه هي وراءكم، السيد الرئيس راه هو ايضا كيدعمكم بكل ان شاء الله الامكانيات. هذه كلنا لقاءات اخرى من اجل الحديث والخوض في استراتيجيات العمل بالنسبه للسنوات المقبله، ولكن الاهم اليوم هو نحتفل بكم ونعترف بكم جميعا على هذا العمل المهم اللي قمتوا به، وعلى هذه المجهودات الجباره اللي درتوها لصالح المدينه ديالكم ولتشريف الكره، لان في نفس الوقت الرياضه هي شيء يعني سامي خصنا يكون مشرف من ناحيه ديال العمل، فانتم عطيتوا احسن وجه لهذه الرياضه من كره القدم. مرة أخرى شكرا لكم، ومستقبل زاهر إن شاء الله لكل هذه الوجوه المنيرة اللي كنشوفوا حولنا. شكرا.